وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على جبل النار وغارة أخرى على مدينة حرب. وكانت طائرات العدوان دمرت محطتي غاز رئيسيتين في مديريتي حرب ومستبى. وأوضحت المصادر أن الطيران السعودي استهدف من جديد محطتين لتوزيع الغاز بعدما استهدف في وقت سابق الكثير من المحطات، وتسبب في انعدام مادة الغاز المنزلي وتفاقم معاناة أبناء المناطق الحدودية. وفي محافظة صعدة استشهد طفل وأصيب آخر بانفجار، بل أصيب آخران بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في صعدة. استشهد 4 مواطنين.